الشرط الثالث الوقت، والوقت هو الزمان، ودليله قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد جاء ذكر أوقات الصلاة في القرآن إجمالا، وجاء تفصيلها وبيانها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. أما الإجمال ففي قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية أجمل الله تعالى فيها أوقات الصلوات الخمسة. وأما تفصيل ذلك ففي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.